ممكن على فكرة تبقى قاعد في مكان ما بتعملش حاجة خالص، لو أنا قاعد على البحر ما بعملش حاجة أنا بستجم، ففي لا شيء مفيد ولكن في لا شيء مضر. اللا شيء المضر ما اسموش nothing area، لا، لأن كتير من الرجال عندهم حاجة اسمها nothing area. إيه ال nothing area دي؟ واحد زي حالاتي كده، ممكن أبقى قاعد قدام التلفزيون شغال بس انا معرفش هو شغال عن ايه، لو سالتيني معرفش الا لو حاجه تخص الزمالك هبقى مركز، فمش هبقى عارف ايه الحكايه. طب هل حاجه تخص الزمالك تفرحني؟ اه تفرحني، ممكن تفرحني. ليه؟ خلاص بتلكك عشان افرح يعني، عادي جدا. اوكي، طيب لو حسيت ان انا قاعد في النافنج ايريا دي بس دماغي عماله تودي ان عيالي هيحصل لهم وهيجرالهم وهييجوا ويجيلهم، هل دي nothing area؟ دي monkey mind. برافو، يبقى كتير من الرجالة ال nothing area بتاعتهم ان هو قاعد في اللاشيء. الستات ما عندهمش nothing area. احنا لما جينا نعمل EEG رسم مخ لقينا ان الستات عقلهم بيتحرك غير الرجالة خالص. الراجل بوكسنج مايند، يعني ايه بوكسنج؟ يعني عنده ادراك كده زي الدواليب، عنده ضرفه اسمها ضرفه الاقساط، ضرفه اسمها ضرفه الموزز، ضرفه اسمها ضرفه الديون، ضرفه اسمها ضرفه الخبرات، ضرفه وهكذا. فلو هو قاعد دلوقتي بيتكلم في الضرفه بتاعه الموزز ما يحبش حد يضايقه، لو هو قاعد بيتكلم في الضرفه بتاعه الكوسس بيدور هيأذي مين، هيطلع على مين القطط الفرسان. طب عنده ضرفه اسمها ضرفه الاقساط، هي دي الاقساط. طب عنده في النص بقى كده ضرفه كبيره جدا اسمها النافنج ايريا، هو قاعد متنح. تخش البيت تلاقي الراجل قاعد متنح كده، بتعمل ايه يا ابني؟ هو ولا حاجه، يقعد يقلب كده في الريموت، المهم ما تاخديش منه الريموت خالص، يقعد يقلب كده وهو اصلا مش مركز ايه اللي بيحصل. الستات لما عملنا لها الاي اي جي لقينا ان رسم المخ بتاعها كده. تبقى بتكلمك في حاجه وتكلمك في حاجه ثانيه وترجع للحاجه الاولانيه، تحس مع بعض الستات الاذكياء ان انت عايز تاخد شريط ترامادول عشان دي لازم تاخد لها مخدرات. والله العظيم لا، دي لازم تبقى مصطبح عشان تعرف تقعد معاها. ما ينفعش خالص. هنا بيبقوا ايه؟ اللي هم بيتنططوا من فكره لفكره لموضوع لموضوع، وده من رحمه ربنا بينا احنا كرجاله. لان عشان هي مخلوقه كده فبتعرف تعمل حاجات احنا ما نعرفش نعملها نهائيا. نهائيا هتلاقي ارجل راجل فينا يمسك طفل يشيله 10 دقايق ما نطلعش ننهار نرميه من الشباك. هي تلاقيها شايله البيبي وبتشوح البصله وبتتكلم في التليفون بتنم على حد وبعدين بتغسل في حاجه رجليها شغاله فيها بتمسح الارض. يعني في حاجه بتحصل احنا كرجاله ما نقدرش نعملها. الراجل بيتكلم في حاجه واحده وبيفشل فيها وبيدعي ان هو نجح. ده مع كامل احترامي يعني.